بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في قناة مستر علي إبراهيم. إن شاء الله النهاردة هنكتب مع بعض باراجراف عن سبورتس ستار، نجم رياضي أو نجمة رياضية. في البداية أرجو من حضراتكم دعم القناة بعمل لايك للفيديو وتفعيل زر الاشتراك. نكتب في نص السطر سبورتس ستار، نجمة رياضية. حبيبة مرزوق is a sports star. حبيبة مرزوق نجمة رياضية. She is a top gymnast in Africa. إنها أفضل لاعبة جمباز في أفريقيا. She was born in 2002. ولدت عام 2002. She began gymnastics as a hobby at the age of 3. بدأت ممارسة لعبة الجمباز كهواية في عمر الثالثة. حبيبة trains for 5 or 6 hours a day. حبيبة تتدرب لمدة 5 أو 6 ساعات يوميا. Gymnastics is a difficult sport. الجمباز رياضة صعبة. She has participated in many international championships. لقد شاركت حبيبة في العديد من البطولات الدولية. She has won many gold and silver medals. لقد فازت بالعديد من الميداليات الذهبية والفضية. حبيبة lives in Cairo with her family. حبيبة تعيش في القاهرة مع أسرتها. She has a busy life. لديها نمط حياة مزدحم أو دائما منشغلة. She eats healthy food. تتناول طعام صحي. She joined the faculty of medicine in 2021. لقد التحقت بكلية الطب عام 2021. حبيبة's family always encourages her to achieve her goals. أسرة حبيبة دائما تشجعها على تحقيق أهدافها. كده نبقى انتهينا من كتابة باراجراف عن سبورتس ستار. إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لمشاهدة باقي الدروس التعليمية، وشكرا لحضراتكم.